خطوات وزارة الخارجية لمواجهة هذا القرار رح نتحدث فيها مع الدكتور تيسير جرادات وهو وكيل وزارة الخارجية. يسعد صباحك دكتور. صباح الخير. أهلا فيك. أهلا وسهلا فيك دكتور. قبل ما نبدأ الحديث معك بالخطوات العملية التي تقوم بها القيادة الفلسطينية حاليا في خوض هذه المعركة الدبلوماسية، خلينا نتوقف عند الإنجاز الفلسطيني الساحق اللي حققناه في جمعية الأمم المتحدة. أغلبية ساحقة بالأصوات تعترف أو ترفض قرار ترامب بالأحرى. جهود الدبلوماسية اللي قمت فيها لحشد هذا الدعم، ونحن نتحدث عن مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية في المحافل الدولية لأول مرة بهذه الطريقة. يعني بداية هو هذا القرار وهذه الجلسة الخاصة هي يعني من نوع خاص ومن طراز خاص، تختلف عن كل جلسات الأمم المتحدة السابقة، كونها أولا هي جلسة دعى إليها كجلسة خاصة تحت شعار الاتحاد من أجل السلام. وهذه الجلسات لم تعقد كثيرا على مر يعني تاريخ الجمعية العامة المتحدة. والأمر الثاني المميز في هذا الموضوع هو أنه ليس كالقرارات السابقة، القرار المطلوب مناقشته وإصداره ليس قرار يتعلق بحقوق شعب فلسطيني كما هو الحال أو بإدانة للاحتلال الإسرائيلي، وإنما الموضوع يتعلق بدولة عظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية كانت تمثل راعية سلام وكانت تعتبر حالها وسيطا نزيها، وفجأة ومرة واحدة أخذت منحى آخر وأخرجت نفسها من عملية السلام وانحازت إلى الاحتلال. وكونها دولة عضو في مجلس الأمن، عضو دائم في مجلس الأمن ولها تأثير ونفوذ واسع في مجلس الأمن، فكانت بالتالي هذه الجلسة مميزة ومختلفة تماما. تطلب ذلك أن يكون هناك عمل مختلف عن العمل السابق التي تقوم به الدبلوماسية الفلسطينية والخارجية الفلسطينية، ولذلك تم حشد، أولا تم يعني استنفار دبلوماسي وطوارئ دبلوماسية في وزارة الخارجية منذ اللحظة الأولى حتى قبل أن يعلن ترامب، بل عندما كانت هناك نية للإعلان على مثل هذه الخطوات، وبالتالي بدأت الدبلوماسية الفلسطينية التحرك على كل المستويات العربية والإسلامية ودول العالم والدول المؤثرة في المجتمع الدولي، وتم يعني انضاج كل الظروف المهيئة. ذهبنا إلى وزراء خارجية عرب، إلى قمة إسلامية في إسطنبول، إلى مشاورات سياسية مع القادة والزعماء العرب، ومن ثم إلى مجلس الأمن بجلسة أولى ومجلس الأمن بجلسة ثانية. والقرار الساحق بالرغم من الفيتو الأمريكي الذي أفشل هذا القرار، ولكنه ذو مدلول كبير عندما تصوت 14 دولة من ضمنها بريطانيا وفرنسا على هذا القرار، وتصويت أيضا كان ملفت للنظر عندما تصوت بريطانيا وتدين وتستنكر ولا تقبل بهذا القرار ولا تعترف به. هذه إشارات واضحة كانت لنا. من هنا كان أمامنا الخطوة الدبلوماسية التالية وهي الذهاب إلى الجمعية تحت القرار 377. وما أنجز في هذا المجال هو إنجاز جدي وإنجاز كبير جدا، أن تواجه الولايات المتحدة الأمريكية وأن تصوت هذه الدول وأن تقف إلى جانب فلسطين، فهو انتصار للدبلوماسية، انتصار للحق الفلسطيني قبل كل شيء. العالم مجمع على أن القدس هي أراضي محتلة وهي حسب القانون الدولي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة المعترف بدولتها بالعام 2012، وبالتالي كل المؤيدات لهذا القرار كانت موجودة، بالإضافة إلى إصرار القيادة الفلسطينية والاستفادة من العامل العربي والعامل الإسلامي والعامل الإقليمي في دول عدم الانحياز. صحيح. والمنظمات والتجمعات الإقليمية كلها، مما أدى إلى نجاح هذا القرار بهذه الطريقة التي كانت يعني إيجابية جدا والتي وضعت الولايات المتحدة الأمريكية في زاوية. تمام صحيح أكيد، ولكن أمريكا اتخذت قرار منفرد وغير قانوني ويتجاهل كل القوانين والأعراف الدولية المتعارف عليها. خلينا نتحدث عن جهود المجتمع الدولي تحديدا في الوقوف أمام هذا القرار. تفضل دكتور. يعني كانت هذه المواقف الدولية مؤشرات مهمة منذ اليوم الأول. الدول أعلنت جميعها، معظم دول العالم أعلنت أنها ضد الخطوة، والذي لم يعلن أنه ضد الخطوة كان ليس مع الخطوة، وهذا مهم صحيح. جدا، لأن هناك تناسب ونسب في مواقف الدول من مصالح وتأثيرات وإلى ما إلى ذلك، ولكن الخطوة كانت مستنكرة، كانت مدانة، كانت غير معترف بها، كانت أيضا مقابلها خطوات أخرى تؤكد على الاعتراف بالحق الفلسطيني، تؤكد على الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، تؤكد على قانونية ومكانة القدس القانونية في الشرعية الدولية، وبالتالي مواقف الدول كانت مؤيدة، يعني مما شجع يعني
يعني أطراف كثيرة ودول كثيرة كنا نعتقد أنه سيكون لها مواقف أخرى، ولكن هذه الدول جميعها أخذت هذه المواقف التي أسندت الموقف الفلسطيني وجعلته يتحرك بخطى واثقة نحو خطوات أكثر في المستقبل. كانت مواقف مشرفة طبعا. نعم بالتأكيد هي أنا لم أرى إجماعا عالميا يعني حدث على قضية مثل ما حدث على قضية القدس، الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في جانب، أما بتلك الدول التي صوتت السبع دول أو تسع دول، سبعة في القرار الأول مجلس الأمن وتسع دول، يعني أقصد سبع دول فقط كانت، وزادوا دولتين هندوراس وغواتيمالا، هذه نسبة لا يعني لا تصل إلى شيء. الأغلبية العظمى من دول العالم حصلنا على الثلثين ويزيد، هذا إجماع دولي، وهذا يعني يأتي في ظل، وهذا المهم، يأتي في ظل تهديدات قوية وتحذيرات وحتى محاربة الناس. والولايات المتحدة لم تتحدث في تلك الجلسة مندوبتهم إلا عن المال وإلا عن عن التهديدات وعن التأثير على مصالحهم، ورغم ذلك كان العالم كله يقول نحن هنا لسنا للبيع، نحن هنا سنعبر عن مواقفنا السيادية، سنقف مع الحق والعدل. دكتور تيسير، بما أنك ذكرت غواتيمالا والآن موقفها المنشود بأنها ستخطو خطوات الولايات المتحدة بالاعتراف بالقدس كعاصمة لدولة الاحتلال وبنقل سفارة أيضا إلى القدس الشرقية، بالتالي كيف سيكون الرد على غواتيمالا والخطورات يعني من أن تعترف باقي الدول بهذا الاعتراف؟ يعني هذا موقف مخجل من دولة مثل غواتيمالا أن تذهب بعيدا عن الإجماع الدولي وعن الإجماع القاري، فهذه الدول كما هو معروف في قارة أمريكا الجنوبية وأمريكا اللاتينية هي دائما دول تقف مع السلام ومع الشعوب في حقها في تقرير مصيرها، ومواقف دول القارة كلها معروفة، مش فقط دول القارة ولكن شعوب القارة، هذه القارة المهمة. أن تنأى وتبتعد عن هذا الموقف غواتيمالا، هذا شيء يسجل في تاريخها بشكل سيء وبتاريخ أسود، ولكن هناك خطوات، يجب أن يكون هناك خطوات مهمة في هذا الإطار. تركيا على سبيل المثال يعني هي استدعت السفير، ومطلوب الآن موقف عربي من هذه الدولة. آن الأوان لأن نتحرك بطرق غير تقليدية في مواجهة هذه الدول العابرة، هذه الدول التي تخالف الإجماع الدولي. الولايات المتحدة بعظمتها عندما خالفت المجتمع الدولي والتوجه الدولي عزلت جانبا ووقفت إلى جانب الاحتلال وعزلت، وكانت العالم في جهة وهي في جهة. أما غواتيمالا فهذه الدولة الصغيرة أن تقوم بهذه الخطوة، هذا يعبر عن أيديولوجية لدى هذا الرئيس ولدى هذه الدولة، ولكن هذا لن يفيدهم، ويجب أن يكون هناك خطوات مهمة في هذا الإطار. لغة المصالح ولغة العلاقات العربية والإسلامية يجب أن يكون لها دور في هذا الإطار. نحن بدورنا سنواصل يعني حوارنا مع هذه الدول، مع الدول التي امتنعت، ونحن شكرنا الدول التي صوتت إلى جانبنا والتي وقفت إلى جانبنا، والآن نحن نفتح حوارا مع الدول التي امتنعت، والدول وخاصة هذه الدول التي كانت تعترف بدولة فلسطين وامتنعت عن التصويت كما هو في دول أوروبا الشرقية، وأيضا سنتابع مع الدول التي صوتت ضد أيضا، حتى لو كانت هذه الدول صغيرة هي دول ولها أصوات الولايات المتحدة، وبالتالي هناك أيضا لهذه الدول مصالح. أنا أذكر بعض هذه الدول، ميكرونيزيا وغيرها من هذه الدول، كان هناك لقاء بين وزراء خارجيتهم ووزراء الخارجية العرب في أبوظبي، وكان هناك تبادل للمصالح ونقاش هذه المصالح، وبالتالي يجب أن نعيد الحديث معهم، ويجب أن نتحدث معهم بلغة المصالح، ويجب أن نقيم الأمور وأن نظل نحشد هذا التأييد، وأن يقل هذا الانحياز لإسرائيل الذي هو أصلا قليل، ولكن نريد أن يكون هذا الحشد الدولي كاملا مع القضية الفلسطينية طبعا، ومع القوانين الدولية والشرعية الدولية. طبعا نرجع للقرار أو الإعلان نفسه، بما أنه كان قرار ترامب غير ملزم، ولكن كيف سيشكل هذا وزن سياسي على القضية الفلسطينية؟ كيف رح يدعمها؟ وهل عادت القضية الفلسطينية على سلم الأولويات في العالم؟ بالتأكيد، يعني منذ الأول ربما تحدث كثيرون وقالوا رب ضارة نافعة، يعني هذا الإعلان الأمريكي المفاجئ والخارج عن السياق والخارج عن المنطق عاد القضية الفلسطينية وللقدس وجهها السياسي في العالم. تركزت أنظار العالم مرة أخرى على المنطقة وعلى القضية الفلسطينية وعلى قضية القدس، وبالتالي هذا الأمر أدى إلى أن يكون هناك اصطفاف عالمي مع الحق الفلسطيني ومع العدل،
وأيضا هناك يعني استنكار واضح لمواقف الولايات المتحدة الأمريكية. صفت الولايات المتحدة الأمريكية يعني خارج عن الإطار السياسي في المنطقة وعن العملية السياسية التي كانت تحتر يعني تحتكرها لعقود من الزمان، أكثر من عقدين من الزمان. الولايات المتحدة الراعي الوحيد لعملية السلام، للأسف ولم يتحقق لا سلام ولم يتوقف استيطان ولم تقم بالضغط المناسب. الآن الكل العالم يتحدث عن هذه القصة وهذه القضية. أعتقد أننا نستثمر ذلك الموضوع جيدا في الدبلوماسية الفلسطينية والرئيس محمود عباس بخطوات أخرى قادمة ستقوم بها القيادة الفلسطينية والدبلوماسية الفلسطينية، تبدأ منذ بداية مطلع العام الجديد الشهر القادم باجتماع عربي للجنة المتابعة العربية في عمان من أجل دراسة الخطوات العربية المنسقة للتحرك باتجاه خطوات أخرى في المستقبل. إذا ما تحدثنا في جانب آخر دكتور تيسير، وهو التخبط الإسرائيلي حاليا والزوبعة الإعلامية في الأروقة الإسرائيلية والحديث عن قيادة بديلة وقيادة جديدة فلسطينية، محاولة بث هذه الإشاعات، محاولة التحريض ضد الفلسطينيين، محاولة إقناع ليس فقط العالم الخارجي وإنما الشعب الفلسطيني بأنكم بحاجة لتماسك أكثر، بحاجة لتجديد، كل هذه المحاولات هل هي فقط ردة فعل إسرائيلية على الإجماع الدولي اللي حصدناه كفلسطينيين، أم فعلا هناك مشكلة داخلية إسرائيلية بحيث أنهم مش عارفين يتعاملوا مع الوضع السياسي اللي منمر فيه حاليا؟ بلا شك يعني رغم أنها أن إسرائيل تعتبر الخطوة الأمريكية مكسب لها، لكن هو بالجانب الآخر وبتأثيراته الفعلية يعني يختلف تماما الموضوع. عاد التركيز على القضية الفلسطينية، عاد التركيز أن إسرائيل دولة محتلة، عاد التركيز على أن إسرائيل وأمريكا عزلتا نفسيهما في أخرى، وبالتالي لكن إسرائيل لديها مخطط هذا الاستيطان، وهي تعتقد أن بهذه الخطوة تستطيع أن تسيطر على القدس. وما هذه الخطوات التي يقوم فيها أيضا الطابور الخامس وهؤلاء الذين يحاولون الصيد في الماء العكر من أجل إضعاف الصف الفلسطيني ومهاجمة القيادة الفلسطينية. القيادة الفلسطينية منسجمة مع توجهات شعبها، متمسكة بحقوق شعبها. القيادة الفلسطينية يعني تعي المرحلة تماما، وهي تحاول تجنيب القضية الفلسطينية أي انزلاقات، والقضية الفلسطينية بالنسبة لها هي القضية الأساسية. قضية القدس قضية أساسية والقدس خط أحمر، ولا أحد يستطيع أن يتنازل أو يفرط بذرة تراب من القدس. القدس هي درة التاج وهي لب القضية الفلسطينية وقلبها، وبالتالي هذه المحاولات البائسة التي يتصيد البعض من خلالها ويعتمد على الإدارة الأمريكية، أن الإدارة الأمريكية تريد أن تغير وتبدل شعبنا الفلسطيني، خبر تماما كل المحاولات التي كانت تهدف إلى النيل من القرار الفلسطيني المستقل والنيل والتغيير في القيادة الفلسطينية من هنا وهناك. التغيير لا يأتي لا من هذه الدولة مهما عظم شأنها، ولا من هؤلاء الصغار الذين يدورون في فلك مستغلين هذه الفرص البائسة. أكيد دكتور تيسير، لو تحدثنا بشكل مقتضب عن خطوات وزارة الخارجية الآن من بعد الإعلان ومن بعد تصويت 128 دولة على إدانة هذا القرار. وزارة الخارجية تتابع هذا الموضوع منذ اليوم الأول كما أشرت، وهي مستمرة في ذلك. هناك اجتماع للجنة المتابعة العربية في عمان المطلع العام القادم إن شاء الله بحضور دول المتابعة وأي دول عربية أخرى. سيكون هناك يعني تنسيق عربي في هذا الإطار على خطوات التحرك القادمة. وأيضا هناك زيارة مهمة للوزير الدكتور رياض المالكي إلى بريطانيا بدعوة من وزير الخارجية البريطاني، وهذا بحد ذاتها الزيارة مهمة جدا. هناك أيضا وفود زارت الصين وزارت روسيا، وهذا مهم جدا. والقيادة الفلسطينية تنسق خطواتها. الخطوات القادمة أيضا لنا التواصل مع هذه الدول كما أشرت التي امتنعت والتي صوتت ضد، وشكر الدول التي صوتت معنا. وهناك يعني حالة الاستنفار الدبلوماسي في وزارة الخارجية بتعليمات السيد الرئيس مستمرة، وسنواصل تحركنا على كافة الاتجاهات بما في ذلك ننتظر يعني قرار القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس بالتوجه والانضمام إلى مجموعة تم التوقيع على الانضمام إلى مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات
الدولية والمنظمات الدولية، وهذا ستتابع وزارة الخارجية لأنه يحتاج إلى متابعة في إطار المتعدد وإطار الأمم المتحدة، ونحن يعني لدينا فريق جاهز للعمل مع كافة الجهات ذات العلاقة وذات الصلة، بالإضافة إلى تواصلنا مع كافة الدول التي يعني لها تأثير في المجتمع الدولي. ستكثف، سيكون هناك أيضا انتظار لقرارات القيادة الفلسطينية بالتوجه إلى الأمم المتحدة لطلب العضوية الكاملة. أيضا نشاط دبلوماسي ملحوظ سيكون لوزارة الخارجية لاتجاه الدول التي صوتت معنا وهي لا تعترف حتى اللحظة بدولة فلسطين، نريد منها الاعتراف الكامل بدولة فلسطين لأنها صوتت مع الحق الفلسطيني. أنها تعترف بدولة نعم فلسطين. بالتواصل وبالزيارات وبالمشاورات السياسية التي نقوم بها، فلسطين تعقد مشاورات سياسية ووزارة الخارجية مع أكثر من 45 دولة في العالم، ونحن يعني نطرح كل هذه الأمور في إطار المشاورات السياسية والاتفاقيات وفي العلاقات الثنائية. سنستمر سنتابع كل هذه الخطوات خطوة بخطوة، سيكون لنا تغطية خاصة لمواكبة هذه المعركة الدبلوماسية التي تقودها القيادة. وكيل وزارة الخارجية دكتور تيسير جردات، شكرا جزيلا على وجودك معنا. شكرا دكتور. شكرا لكم. أما هلأ فرح خلينا ننتقل لزميلتنا ميساء عياد في مخيم شرفات لحتى تحدثنا عن انتهاء